بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم اليوم وكنشكر نادي القوى اوريكا، كنشكر جماعة اوريكا، كنشكر جميع المسؤولين اللي حاضرين معنا اليوم وكلشي، وكنشكر شركة ألزا المغرب اللي تحت ليا هاد الفرصة وليا الشرف نكون في شركة ألزا، و كنشكرهم جميعا اداريين سائقين كلشي، كنشكر اي واحد وقف معايا واي واحد شجعني واي واحد دعمني باش اليوم نوصل لهاد البلاصه اللي وصلت ليها، وشرف ليا وشرف ليا نمثل المراه المغربيه ونمثل جميع نساء اقليم الحوز ان شاء الله، ونتمنى لجميع النساء والشابات حتى هما يتشجعوا ويوصلوا بحالنا ان شاء الله، ونعطيهم احسن صوره. خاطري بهذه المهنه هذه اللي هي صعيبه. الحمد لله كانت اول تجربه ليا، كان فيها شويه الخوف شويه ستريس داكشي، ولكن الحمد لله الناس تقبلوني، الناس شجعوني، العيالات شجعوني، الحمد لله ما لقيتش صعوبات. الدعم تاع الاطر اللي معايا، الدعم تاع لي فورماتور ديالي كاملين، الفورماتور ديالي الاخص اللي كنشكرها بزاف، وهي بمثابه الاخ ديالي ظاهرة الصوفي. كنشكر السيد السي عبد اللطيف اللي هو بمثابة الاب ديالنا اللي كيعطينا ديما الخطوة وكيدعمنا، وجميع الاطر وجميع كلشي هما اللي عطاونا تنوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه اليوم، بفضلهم هما، بفضل النصائح ديالهم، بفضل هما اللي عندهم يعني ممكن نعرفوا المشاكل اللي صادفتوا في اول رحله ديالكم، وبالخصوص قلتوا لنا بان اول حافله تطابقت ما بين المحاميد والازدهار رقم 12. هي الحمد لله ما كاينش شي حاجه نقولوا راه كاين مشاكل ولا داك الشيء، الحمد لله كيكون غير الناس طريق، يعني كتواجه مع المحيط ديالك، يا يعني مع الكليون داك الشيء، راه الحمد لله كلشي كيدوز بخير وعلى خير. هذا الشيء اللي كيبينوا لنا به هو انه هذا الشيء اللي وصلت ليه التفوق ديالي بالخدمه ديالي والثقه ديالهم فيا، وليت انا اول تختاروني اول سائقه في المجال الخارج الحضري، اول سائقه غنخرج للنواحي ان شاء الله، وهذا هو الفضل الكبير. يعني بعد ما خضعتي لواحد الامتحانات والخدمه مزيان وتكوينات، هذا اللي كيجعلنا نتفوق ان شاء الله ونتحداو الصعاب.